المشروبات الغازية هي ببساطة تلك المشروبات التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون المذاب تحت الضغط. تعتبر شويبس أقدم علامة تجارية للمشروبات الغازية في العالم. تم تأسيسها من قبل يوهان جاكوب شويب في جنيف عام 83 700 و1000، لكنه انتقل إلى لندن عام 92 700 و1000 لمواصلة تطوير أعماله. وفي عام 36 800 و1000 تلقى شويب مذكرة تعيين من الملك ويليام الرابع ملك إنجلترا، ما ساعده في أن تصبح علامته التجارية أكثر شهرة. ورغم كون فيروفانتي غير معروفة إلا في أمريكا الجنوبية وإسبانيا، لكنها تعد واحدة من أقدم العلامات التجارية في العالم، حيث تأسست عام 78 800 و1000 في الإكوادور من قبل الإيطالي خوان فيروفانتي، وفي عام 1 900 و1000، ورغم أن المصنع الأصلي للشركة قد دمر بسبب اندلاع الحريق فيه، إلا أن مؤسس الشركة تمكن من إعادة بنائه، واستمر في تصنيع المشروبات الغازية بنكهات الفاكهة، وأصبحت هذه العلامة التجارية اليوم مملوكة لشركة كوكاكولا الأخيرة، التي تأسست عام 85 800 و1000 من طرف جون بيمبرثون، لكن النسخة الأولية من كوكاكولا كانت عبارة عن نسخة خاصة من نبيذ الكوكا، وهو مشروب كحولي يحتوي على النبيذ والكوكايين، إلى أن قامت مقاطعة أتلانتا وفولتون بسن تشريع لحظر المشروب في العام التالي، وتم تطوير نسخة غير كحولية من نبيذ الكوكا أطلق عليها اسم كوكاكولا. وفي عام 93 800 و1000 ظهرت شركة بيبسي المنافس الرئيس لشركة كوكاكولا، والتي تم ابتكارها من قبل الصيدلي كاليب برادهام. ليصبح لدينا مشروب غازي، لابد من اجتماع عدة مكونات، أولها الماء، والذي يمثل حوالي 85%، ثم السكر، والذي يتم إضافته إما على شكل محلول مركز أو على شكل مادة صلبة. وفي المشروبات الغازية، يتراوح مستوى السكر عادة ما بين 8 إلى 13%، وبالإضافة إلى حمض الترتريك، تضاف العديد من الأحماض الأخرى في تحضير هذه المشروبات، بما في ذلك حمض الفوسفوريك وحمض السيترين. لإعطاء المشروبات الغازية طعماً فريداً، تضاف عدة مواد للرائحة والطعم كمادة الكافيين، التي تتكون من جوز الكولا، تضفي نكهة فريدة على مكونات المشروبات الغازية، وتختلف نسبة الكافيين من مشروب لآخر. بالإضافة إلى الملونات، دون أن ننسى غاز ثنائي أكسيد الكربون، وهو من أهم المواد الخام المكونة للمشروبات الغازية. وبعد التبريد، يتم ضخ ثاني أكسيد الكربون المضغوط في المشروب الغازي النهائي. يعطي هذا الغاز للمشروب طعماً فريداً ويمنع العفن، كما أنه يزيد من الحموضة التي تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة.